تتسارع الأحداث في السودان وتشتد يوما بعد يوم، فبعد قرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل حكومة طوارئ، لاقت الخطوة في مهدها انتقادات حادة في الداخل السوداني. قرار أثار الكثير من الجدل في عز الأزمة التي تمر على البلاد، حيث حذرت بعض الأطراف على غرار قوى إعلان الحرية والتغيير من أن تشكيل تلك الحكومة سيؤدي لإطالة أمد الحرب. فما احتمالات تشكيل حكومة طوارئ في ظل تصاعد الاشتباكات؟ هل يعيق الانقسام الداخلي التحركات الجديدة للبرهان؟ وما مآلات الوساطة الدولية في ظل انفراد البرهان بالمبادرة؟ وتتابعون في نبض العالم أيضا تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باطيلي، التي دعا من خلالها إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات. فالأزمة الحادة والانسداد السياسي ما زالا قائمين بسبب الصراع المستمر على الشرعية التي اشتدت فصولها منذ انطلاق شرارة الثورة الليبية وتغيرت أطرافها مرات عديدة. مشهد يدفع بباطيلي في كل خرجة إلى إطلاق تحذيرات من سقوط البلاد فيما سماه غياهب انقسام طويل الأمد يفقد البلاد سيادتها ووحدة أراضيها جراء الانقسام المؤسساتي الذي تشهده البلاد منذ فترة طويلة. فهل تحذيرات باطيلي مبررة في سياق داخلي متأزم؟ ما الآليات المتاحة أمام الليبيين لتشكيل حكومة موحدة في ظل الانقسام؟ وأي دور لدول الجوار في توحيد المؤسسات الليبية؟ نبض العالم، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. بدأ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مشاورات مع قادة سياسيين وعسكريين لتشكيل حكومة طوارئ في البلاد، وسط تحذيرات من إطالة الخطوة أمد الحرب في ظل تفاقم وتصاعد حدة الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالبلاد. بعد أشهر من الاقتتال وجولات من مفاوضات لم تنجح في وضع حد للنزاع في أرض السودان، كشف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن توجه جديد يقول الجيش إنه يهدف إلى الإسراع في حلحلة الأزمة المستعرة في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي. وتتمثل خطة البرهان في تشكيل ما يسميه حكومة طوارئ لإدارة شؤون البلاد برئاسة نائبه مالك عقار، واتخاذ بورت سودان عاصمة ولاية البحر الأحمر عاصمة إدارية للبلاد، وتسمية ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد عاصمة اقتصادية. وتلاقي خطوة البرهان سيلا من الانتقادات والمعارضة، إذ تعتبرها العديد من الأطياف المكونة للمشهد السوداني خطوة أخرى في مسار إطالة عمر الحرب. وكان البرهان قد مهد لخطته هذه من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية، هي الأولى من نوعها منذ بداية المعارك، قادته إلى مدن عطبرة وبورت سودان وأم درمان، وسط حديث عن جولة إقليمية مرتقبة. وفيما تشهد البلاد تصعيدا خطيرا للأعمال القتالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على محاور عدة، أبرزها ما تعيشه مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور من قصف مدفعي وتبادل لإطلاق النار. تحدثت منظمة أطباء بلا حدود عن استخدام المدنيين دروعا بشرية وعيشهم في ظروف قاسية وأنهم شبه مسجونين في المدينة. المنظمة غير الحكومية طالبت أطراف النزاع في السودان بتوفير ممر آمن وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، مطالب أعقبت تحذيرات الأمم المتحدة على لسان منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من دمار السودان بسبب استمرار القتال
الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وجلب المجاعة والأمراض والنزوح. لحديثي عن الموضوع بالتحليل والنقاش أرحب بضيفاي عبر الهاتف من السودان الإعلامي سليمان مختار واللواء المتقاعد أمين مجدوب. أهلا بكما، وأبدأ معك النقاش سيد أمين مجدوب. أولا، كيف تعلقون على قرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي أثار الكثير من الجدل فيما يتعلق بتشكيل حكومة طوارئ لتسيير العمل بالبلاد؟ تفضل. سيد مجدوب، هل تسمعوني؟ ألو سيد مجدوب، تسمعوني الآن؟ أيوه كده واضح. أهلا وسهلا بك. قلت لك أولا، كيف تعلقون على قرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي أثار الكثير من الجدل فيما يتعلق بتشكيل حكومة طوارئ لتسيير العمل في السودان؟ مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم. هذا القرار هو تكملة لتنظيم الأعمال الحكومية على إثر هذه الحرب التي اندلعت الآن لأكثر من 5 أشهر، وبالتالي كان لابد من أن تكون هنالك جهة حكومية تستوعب المتغيرات التي حدثت وتعمل على وضع خطط وسيناريوهات لمجابهة الأزمات المتعددة إنسانيا وأمنيا واجتماعيا. وبالتالي كان خروج الرائد العام لجنة السيادة من أجل الوصول إلى السودان وتعيين هذه الحكومة وإجراء اتصالات مكثفة مع القوى السياسية الموجودة في السودان. إذن هي حوجة لمتغيرات، حوجة لضرورات ملحة في المجالات المختلفة، وتعلن غد يتم تعيين ولاة للولايات عسكريين لمجابهة التهديدات المختلفة في المرحلة القادمة. طيب، أذهب إلى سليمان مختار. ما مدى قبول فكرة حكومة طوارئ في عز الأزمة والصراع القائم في البلاد، خاصة أن البرهان باشر المشاورات مع قادة سياسيين وعسكريين لتشكيل هذه الحكومة؟ نعم، مرحبا ومرحبا بضيفك. تشكيل أولية البرهان لتشكيل حكومة بعد إجراء مشاورات حقيقة في هذه الفترة، هو قد يكون، أنا قد أتفق مع ضيفك أنه أمر ضروري جدا في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي، وأيضا لازم لا بد أن يقوم بإجراءات سياسية وعسكرية لتسيير دولاب العمل الذي تعطل كثيرا. ولكن هذه الخطوة تجد معارضة كبيرة من بعض القوى السياسية بكونها جاءت في وقت قد لا يكون مناسبا جدا، وقد لا يشارك فيها عدد من القوى السياسية التي ظلت تتصارع على تشكيل هذه الحكومة طيلة ال4 سنوات الفائتة. وأن يتم تشكيل حكومة، هنالك تخوفات أن يتم تشكيل حكومة ربما من بعض عناصر النظام الذين هم الآن يقولون أنهم يقاتلون مع الجيش، هذه أيضا معضلة جوهرية شديدة. وحتى الحكومة هي ذاتها لا تستطيع أن تسير دولاب العمل في ظل هذه الأوضاع الحالية، لذلك لا بد من إيقاف وقف إطلاق النار بدلا من تشكيل حكومة وجمع القوى السياسية. وعلى القوى السياسية أيضا أن توحد نفسها في جبهة عريضة لكي تتشاور حول تشكيل هذه الحكومة، ودون ذلك قد لا تنجح هذه الحكومة ونظل في ذات النقطة. نعم، أعود إلى لواء المتقاعد أمين مجدوب. أنت استمعت لما كان يخوض فيه الآن سليمان مختار الذي قال بأنه لا يمكن تشكيل حكومة في ظل تواصل الاشتباكات والاقتتال في الداخل السوداني، كما قال أيضا بأن هذه الخطوة تلقى معارضة كبيرة من قبل بعض القوى السياسية. المتحدث أيضا باسم قوى الحرية والتغيير في السودان علق على تشكيل الحكومة قائلا إن وجود حكومة أونلاين على حد وصفه لا مكان لها على الأرض في السودان، وأنها فكرة لم تحدث أيضا في تاريخ العالم الحديث كما قال. ما رأيك
في هذا الكلام أمين مجدوب؟ هذه الحكومة هي حكومة لإدارة الأزمة مؤقتة في القيد الزمني، مؤقتة في مهامة مهامها هي الوصول إلى السلام، تهيئة الأوضاع الإنسانية، التعامل مع المجتمع الدولي الذي يرفض أحيانا أن يتعامل مع أطراف وتصارع. مع من سيتعامل المجتمع الدولي وهو الذي يتحدث عن ضرورة وجود حكومة؟ أيضا لا ننسى أن الحكومة السابقة قبل الأحداث قبل 15 أبريل كانت حكومة مكلفة منذ 25 أكتوبر، ولذلك لم تكن هنالك حكومة، ولا بد من وجود من يتعامل ويوقع اتفاقيات مع العالم. فإذا هي حكومة إدارة أزمة مؤقتة في توقيت الزمني في مهامة، تعمل بإدارة بالأهداف وليس انتقالية. هي ليست حكومة انتقالية، القوى السياسية لها حق تتحدث عن حكومة انتقالية أو حكومة تأسيسية بعد اتفاق السلام، لكن هذه مؤقتة، لأنه واضح الآن أن العالم لن يتعامل مع الأطراف المتصارعة، خاصة وأن كل الهدن لم توفق لأسباب هنا وهناك وعدم التزام أطراف الدعم السريع تحديدا بالالتزامات الإنسانية. عموما هذا هو المتاح الآن في السودان. إذا لم يتم التوصل للسلام لا بد من تشكيل حكومة طوارئ، غير ذلك ستظل الأوضاع بدون أي حكومة ونقترب من الدولة الفاشلة. طيب، وهنا قد يضيع السودان. طيب أستاذ سليمان مختار، كيف ترد على هذا الكلام؟ سليمان أو الأمين مجدوب يقول لك أنه يجب في هذه الفترة أن تكون هنالك حكومة طوارئ، ويقول بأنها ليست حكومة الانتقالية، وبالتالي يجب أن تكون هذه الحكومة لكي يكون في هنالك إدارة للأزمة والأعمال داخل السودان. قد أتفق معه قليلا في هذه الجزئية، ولكن المعضلة الكبرى من أين يتم تشكيل هذه الحكومة؟ هل يتم تشكيلها من عبر التكنوقراط الموجودين في السودان، أم تكون ماهية الحكومة أو يكون مشاركة فيها عدد من القوى السياسية؟ لأن هذه المشكلة ظلت تواجه الحكومات السابقة في من يشارك ومن الذي يقوم بتشكيل. هنالك أيضا من يشككون حتى في شرعية البرهان، وأن الحكومة أصلا هي ذات، وهو جاء بانقلاب. أيضا هذه من ضمن المشاكل التي قد تعترض تشكيل هذه الحكومة. أنا أفتكر أن لا أريد أن أكرر، ولكن وقف إطلاق النار هو أفضل من أن يتم تشكيل حكومة في هذا الوقت الراهن، خاصة أن الحكومة الحالية يمكن أن تسير بعض الأعمال. لماذا نرفض الحكومة الحالية وهي حكومة مشكلة قد تكون وجدت بعض الرضا في الفترة السابقة؟ يمكن أن تستمر هذه الحكومة الحالية ويغلق الباب أمام تشكيل حكومة إلى حين إجراء مفاوضات وإعلان وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. أيضا الحكومة الحالية يمكن أن تكون هي نقطة اتصال بالعالم الخارجي، ما الذي يمنع ذلك؟ طيب أستاذ أمين مجدوب، الكثير من المشاكل يمكن أن تعترض تشكيل هذه الحكومة، حتى أن البعض يرى أن فكرة حكومة تصريف أعمال أو حكومة طوارئ لا يمكن أن تنجح في ظل هذه المعطيات القائمة وفي ظل أيضا استمرار الحرب. الوضع الحالي هو وضع شاذ طبعا. إذا صنفنا الوضع الحالي وجود صراع مسلح يستوجب أن يكون هنالك جسم مدني يرعى المتطلبات الحكومية. أيضا إذا غيمنا الوضع الحالي بأنه حكومة فاشلة، فأيضا الحكومة الفاشلة تستحق أنه يتم تشكيل جسم مدني من التكنوقراط المستغلين وليس حزبيين لأي سبب من الأسباب، حتى يكون هنالك تعامل مع الاحتياجات اليومية. طيب عموما ليس هو الخلاف في من وكيف سيد أمين مجدوب، العالم سيتعامل مع الحكومة الحالية حقيقة حسب متابعتي كل القوى الدولية والإقليمية ترفض التعامل مع الحكومة الحالية وترى أنها غير مؤهلة وأنها تدفع للنظام السابق أشياء كثيرة جدا تمس الحكومة الحالية. لذلك
أعتقد أنه وجود حكومة إدارة أزمة بأهدافها وبتوقيتها المحدد هي المخرج. سيد مجدوب هل تسمعني؟ سيد مجدوب هل تسمعوني؟ نعم. أنت تتحدث الآن عن أهداف هذه الحكومة أكثر من 5 أشهر من الصراع والاشتباكات، ما الذي يمكن أن تقدمه حكومة تصريف الأعمال أو حكومة طوارئ لإيقاف هذا الاقتتال الحاصل في السودان؟ أولا العمل على وقف إطلاق النار وإدارة المفاوضات. الآن المفاوضات تدار بجسم عسكري، يجب أن يكون هنالك جسم مدني ذو رئيس وزراء مختص حتى يدير المفاوضات. ثانيا الجانب الإنساني يحتاج إلى مبادرات وإلى اتفاقيات وتحركات خارجية يجب أن تقوم بها الحكومة الجديدة. ثالثا تأسيس وضع سياسي جديد يمكن البناء عليه من خلال المفاوضات لوضع سياسي مستقبلي. الوضع الاقتصادي يحتاج أيضا إلى ميزانية طوارئ. هذه الأربع أهداف يمكن أن تقوم بها الحكومة في عام واحد ونخرج من هذا النفق الذي دخل فيه السودان. الآن غتال 5 أشهر لم يحسم عسكريا ولم يحسم بالمفاوضات، لكن إذا وجدت الحكومة وتعامل معها العالم يمكن أن تنفذ هذه الأهداف الخمسة، وبالتالي نكون قد أوجدنا الضوء في آخر النفق. طيب أستاذ سليمان مختار، حكومة الطوارئ التي أعلنها البرهان وصفتها جهات بخطة الإنقاذ كما وصفها أيضا ضيفي اللواء المتقاعد أمين مجدوب، بما أنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، هل برأيك إذا تشكلت هذه الحكومة ستعود بالإيجاب فيما يتعلق بالشق الاقتصادي على السودان؟ أستاذ سليمان تسمعني؟ لم أسمع بقية جزئية السؤال، ولكن فهمتك إذا شكلت هذه الحكومة وأصبحت هي مقبولة على المستوى الشعبي السوداني أو على مستوى القوة على المستوى الدولي، يعني للقبول وترحيب على المستوى الدولي يمكن أن تجيز بعض المهام. أنا هنا أتفق مع فريق أمين بأن العالم هو يتحذر جدا من التعامل مع الحكومة السابقة ويتهمها بأنها ربما قد تنتمي هي منسوبي النظام، خاصة ما يدور الآن في وزارة الخارجية، يعني هنالك صراع أو هنالك عداء للمنظمات الدولية. أتوقع أن يتعامل العالم، ولكن بعد أن يجوز أو يعرف ما هي أو هوية هذه الحكومة وما هو دورها يمكن أن تلعب دور خلال الفترة القادمة في تحقيق الأهداف التي ذكرها الأستاذ أمين، هي في إيقاف الحرب وإنعاش الوضع الاقتصادي إلى جانب الاتصالات الدولية والمساهمة في إدخال المساعدات الإنسانية. كل هذه من الضروريات الملحة التي يحتاجها المواطن السوداني في هذه الأوضاع الحالية. نعم. طيب أستاذ أمين مجدوب، الجولة الخارجية للبرهان حسب وسائل إعلام محلية ربما ستكون إلى القاهرة، السعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى، ما النتائج التي يأمل البرهان في تحصيلها من خلال التشاور مع هذه الدول؟ طبعا حتى الآن لم يصدر مرسوم رسمي لهذه الزيارات. نعم. بعض وسائل إعلامية من ذكرت هذه هي اجتهادات من الإعلام حتى الآن، لكن لو وضعنا فرضية أنه سيزور عدد من الدول أعتقد أنه أولا سيشرح الأوضاع الموجودة في السودان، ثانيا سيقدم رؤية القوات المسلحة لإدارة المفاوضات القادمة وكيفية تحقيق السلام، وثالثا وهذا هو المهم كيف ستكون وجهة الحكومة بعد تحقيق السلام. إذا كان للدعم السريع دمج أو دور سياسي، وبالتالي ستتغير الأوضاع ما قبل 15 أبريل. هذه هي الأجندة التي أتوقع أن يناقشها، والنتائج المرجوة هي أن يمارس الوسطاء ضغط أكبر على الدعم السريع حتى يفي بالتزاماته الخاصة بالخروج من العيان المدنية ومناطق الخدمات ووقف السلب والنفق
لممتلكات المواطنين، وأيضا وضع آلية للفصل بين القوات المتصارعة وآلية مراقبة واضحة ليست عبر الأقمار الصناعية وإنما على مراقبين على الأرض. إذا تمت هذه الأجندة وخرجت هذه النتائج أعتقد أنها ستكون جولة ناجحة. غير ذلك إلى الآن لم يتم التصديق عليها أو الإعلان عنها رسميا من الجهات المختصة. طيب سيد سليمان، باختصار ما هي برأيك ردة فعل المجتمع الدولي في ظل اقتراح حكومة طوارئ من طرف عبد الفتاح البرهان؟ أستاذ سليمان تسمعني؟ نعم ما هي برأيك خطوات الدعم أو ما هي برأيك ردة فعل المجتمع الدولي في ظل اقتراح حكومة طوارئ من طرف عبد الفتاح البرهان؟ ردود فعل المجتمع الدولي أفتكر أنها حتى الآن لم تظهر أحيالا هذه الحكومة، ولكن هنالك أطراف دولية أظنها تؤيد تشكيل هذه الحكومة، خاصة جمهورية مصر العربية التي يستهل البرهان زيارته إليها. إما الأطراف الأخرى الأطراف الدولية ما زالت تترقب هذه الحكومة وهي تنتظر تشكيلها حتى تبدي رؤيتها في هذه الحكومة. هنالك أيضا السعودية هي أيضا لربما قد ترحب بهذه الحكومة، أيضا هي تأتي ضمن الزيارة الثانية للفريق البرهان، وهو ربما قد يبعث لها العديد من التطمينات حول وجود القوات السودانية التي تقاتل في عملية الحزم. كذلك يمكن أن تتطور الأدوار إلى أن محاولات لإقناع البرهان عسى أن يوقع على الاتفاق النهائي، وهو تقوده أيضا السعودية والولايات المتحدة عبر منبر جدة. كل ذلك هو يتحكم في الحكومة القادمة. المجتمع الدولي ينظر إليها بمواربة، يعني ليس ما هي تلبي مطالبه بإيقاف وقف النار إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي. أظنه قد يقبل هذه الحكومة، وهي خاصة أنها تأتي حكومة طوارئ مؤقتة لفترة زمنية محددة. طيب أعود إلى أمين مجدوب، العديد من الأهداف تحملها هذه الحكومة بحسب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأنت ربما منذ قليل خذت في هذا الموضوع على قضية أو نقطة الأهداف التي تحملها هذه الحكومة. هل يمكن أن تتجسد هذه الأهداف سواء سياسية منها أو الاقتصادية في ظل المعطيات القائمة سيد مجدوب؟ الهدف الأول هو تحقيق السلام ووقف إطلاق النار وإيقاف الحرب. هذا الهدف تتوقف عليه بقية الأهداف الأخرى، باعتبار أن وقف إطلاق النار وتحقيق السلام يمكن أن يمهد للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية الأخرى مع العالم. لكن إذا لم يتم وقف إطلاق النار، أنا أعتقد أنه سيكون هنالك إشكالية كبيرة، ونرجع إلى المربع الأول. هذه المحاولة هي محاولة لتحريك الملفات الجامدة. طيب كانت توقف ملفات توقف إطلاق سيد مجدوب أو اجتماعية. سيد مجدوب، قضية توقيف إطلاق النار ألا يستدعي هذا مفاوضات ومشاورات أيضا قبل الانطلاق في تشكيل هذه الحكومة؟ المفاوضات تقودها الحكومة المدنية. الآن واضح أنه الأجسام العسكرية تتحدث فقط في الجانب العسكري. نحتاج إلى حكومة مدنية تشرف على إجراءات الدمج وإعادة التشريع، تشرف على الوضع الإنساني، تشرف على الوضع الاقتصادي والوضع الدبلوماسي. هذه أمور تحتاج إلى حكومة مدنية. لذلك هي تشرف على المفاوضات ووقف إطلاق النار، وليس تنتظر وقف إطلاق النار، لأنه انتظرنا 5 أشهر الآن. عجز الطرفان الآن عن الوصول إلى وقف إطلاق النار، وهذه أمنية الشعب السوداني الذي يراقب الآن الأوضاع، وربما يكون هنالك حشد شعبي تشجيعا لهذه الحكومة. سيد سليمان مختار،
ما هي برأيك خطوات الدعم السريع المقبلة بعد قرار البرهان تشكيل هذه الحكومة ومباشرة المشاورات؟ نعم سيد سليمان، أعيد أن أطرح عليك السؤال مرة أخرى، ما هي خطوات الدعم السريع المقبلة بعد قرار البرهان تشكيل حكومة الطوارئ أو حكومة تصريف الأعمال، سميها ما شئت، ومباشرة أيضا المشاورات في ظل هذه المعطيات القائمة؟ نعم، في ظل هذه المعطيات أنا حسب تقديري أن الدعم السريع سوف يعلن أو رفضه التام لهذه الحكومة، كما أعلنت أيضا قوى الحرية والتغيير أيضا هي رفضها لتشكيل أي حكومة أزمة في هذه الفترة. الدعم السريع سوف يواصل عمليات التصعيد ويرفض هذه الحكومة، ليس هنالك أي تفاهمات بين الطرفين كما هو معلوم، لذلك سوف يرفض هذه الحكومة ويتبع ذلك القوى السياسية، خاصة الكتلة المجلس المركزي، فيما قد تقبل بهذه الحكومة كما أعلنت مؤخرا الكتلة الديمقراطية، هي رحبت بخطوة البرهان بإعلان حكومة. نظل في ذات التجاذب أو في ذات المربع الذي جينا منه قبل الحرب، هو هذا التجاذب، من شكل حكومة ومن يشارك، نظل في هذه النقطة وتتفاقم الأوضاع. أفتكر في ساحات القتال في شتى أنحاء السودان كما يحدث الآن. نعم، طيب سيد أمين مجدوب، تواصل الشبكات بين الجيش والدعم السريع، ما السيناريوهات المحتملة في ظل تعثر جميع المشاورات والمفاوضات لحل الأزمة؟ الحسم العسكري طبعا أصبح غير متاح حاليا ولم يثبت جدواه حتى الآن في طيلة 5 أشهر. سيناريو الأول هو استمرار الصراع، وهذا سيؤدي إلى انهيار الدولة السودانية وربما تقسيمها. السيناريو الثاني أن تنجح المفاوضات في منبر جدة تحديدا، وهو المنبر الأكثر تأهيلا للدخول في الأزمة السودانية، وبالتالي يحدث وقف إطلاق النار وتسوية لكل الملفات التي أدت إلى الحرب. السيناريو الثالث هو وجود تدخل خارجي ضد رغبة الشعب السوداني، وهذا التدخل سيضر بالأوضاع في السودان وربما الدول المجاورة. طيب سيد سليمان، لو نعود ونتحدث قليلا عن الشق الاقتصادي في هذه الحكومة، إدارة الأزمة في ظل الحرب القائمة، هل يمكن أن تنقذ ما تبقى من الاقتصاد السوداني؟ لا تستطيع الحكومة التي سوف تشكل أن تنقذ هذا الاقتصاد السوداني، أصلا الاقتصاد السوداني كان يعاني من إشكاليات مركبة قبل اندلاع هذه الحرب، والحرب زادت الطين بلة. ناقص في ذلك هنالك عدم ترحيب أو عدم تعاون من المجتمع الدولي، ما سوف يظل متواصل مع الحكومة القادمة. أيضا في الداخل هنالك شح في الموارد، يعني كل الممتلكات، كل المصانع وكل المؤسسات والشركات دمرت أثناء الحرب، الحكومة لا تجد لها أي دخل يمكن أن يسهم في استمراريتها أو يعينها في تنفيذ أهدافها. كل ذلك من ضمن المحوقات، يعني لا بد من وجود دعم خارجي حتى تستطيع الحكومة الحالية أن تسير أعمالها. كل الأوضاع في السودان الآن توقفت تماما، يعني كل الأطر الاقتصادية متوقفة تماما، حتى الموسم الزراعي رغم أنه قد يكون ناجحا في بعض الولايات، ولكن في ولاية دارفور هنالك معاناة، يعني حيث لا يستطيع المزارعين القيام بعملياتهم الزراعية. أيضا هذا من ضمن المشاكل، والسودان بلد زراعي يعتمد في الإيرادات على الزراعة. أيضا توقف الصادرات، يعني توقف الصادرات تماما في السودان منذ فترة. نعم. طيب ابقى معي السيد سليمان. باختصار أمين مجدوب، في حال اصطدم البرهان برفض هذه الحكومة أو تشكيل هذه الحكومة من طرف جميع القوى
السياسية، كيف سيتصرف أو ما هي الخطوة التي سيقدم عليها البرهان باختصار شديد؟ تفضل. إذا لم تنجح هذه الحكومة في التشكيل أو القبول، سيستمر المكون العسكري في إدارة الدولة، سواء كان في فترة الحرب أو في فترة السلام، يستمر المكون العسكري لفترة انتقالية إلى الوصول للانتخابات، وهذا غير مستحق. طيب. طبعا لا للغوة السياسية ولا إلى الشعب السوداني الذي يتوق إلى الانتقال الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية. نعم، اللواء المتقاعد أمين مجدوب، شكرا جزيلا لك، نكتفي بهذا القدر، والشكر موصول أيضا لضيفي من السودان أيضا الإعلامي سليمان مختار، كنتما معي. نبض العالم ما زال مستمرا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ولنعود معكم.